الفصل الثاني. صور من العبث في الصلاة تغلب على بعض رجال الأعمال، ويشترك معهم فيها بعض الشباب. أما رجال المال والأعمال فالأصل عندهم شرود البال، إلا القليل من ذوي الصلاح الصاعدين في ذرى الفلاح. فكم ترى يا حسرة من قائم خلف الإمام وهو مثل النائم، يعبث في صلاته لا يدري كأنه في سينة أو سكر، بل ربما لم يدر هل للظهر أدى فيا ويلاه أو للعصر. يسابق الإمام بل لم يعلم ماذا تلاه، يا له من مأثم. يعبث في الركوع والسجود وفي القيام فدر والقعود، يخلع نظاراته إن سجدا كذلكم يلبسها إن قاعدا، يهز رأسه يمس أذنه، بل بعضهم يكون هذا ديدنه، يغمض عينيه وحينا يلمح وجيده يحكه أو يمسح، ينظر في الساعة إن أطال إمامه يا ويحه ويالا. وبعضهم للبشت دوما يصلح، يضمه حينا وحينا يفتح، ويحمل النداء والجوال، فإن مشى أبصرته مختالا، لا يقفل الجوال حين يدخل لمسجد كذا النداء يهمل، من أجل أن يعرف من يتصل به، وهذا مسلك لا يقبل، بل بعضهم يخرجه ليعرف رقم الذي هاتفه وآسفا. فكم بذا الفعل من الإخلال بطاعة الجبار ذي الجلال. والله إني قد رأيت واحدا وهو يصلي راكعا وساجدا، يحرك الثقاب في الأسنان منفذا وساوس الشيطان، يقرع رأسه ولم أدر السبب لذلك الفعل، فقل يا للعجب. بين لي بعض الكرام السبب، فقال لي يا حك ذا لا عجبا، فقلت بل أعجب ثم أعجب، ولا أزال حائرا أستغرب. نصحته لكنه لم يمتثل، ورد رد هازل غير وجل، وتارة يلمس ما من نفسه وضوءه منتقض بلمسه، تراه لليسرى عليه واضعا وفوقها اليمنى وليس خاشعا، لسيما في هيئة الصلاة بين يدي منزل الآيات. فهل بهذه الصلاة تبرأ ذمته؟ كلا، ومن ذا نبرأ، لأنه من ربه لم يستحي، ومن يكن ذا شأنه لم يفلح، يبرك كالبعير في السجود، بل إنه ينحط كالجلمود، ينظر في الكفين والأظافر، يقرض قرض الفأر للدفاتر، يفعل ذا بعض الشباب فالمة، هذه القذارات ألا يا قوم ما، بل إن بعض الشيب يفعلونه، وأصبح الصغار يدمنونه، وكم ترى من عابث لا يمكن تعداده وفعله لا يحسن، ك
كاللمس للجيوب في القيام، والحك للآكف والأقدام، والانتقال من مكانه إلى سواه دون حاجة ألا فلا، والفرك لليدين كالمبرود، والمسح للخدين كالمكمود، بل بعضهم تشعر باستخفافه، وإن صحت لج في سفسافه، يجمح دوما كبعير المعصرة، أما يداه فكذيل الباقرة، حين تذب الحشرات المؤذية عن جسمها وما قصدت التسوية، فهي محقة وهو مبطل، وعن جميع ما جاء يسألوا، إن لم يتب إلى المهيمن العلي ويتبع سبيل خير الرسل، صلى عليه ذو الجلال ما علا نجم وما أدجى ظلام وانجلى.